السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. نبدأ اليوم إن شاء الله من محل ما وصلنا آخر مرة، وفي نهاية اللقاء إن شاء الله بنتفق على موعد امتحان الفيرست إن شاء الله. أوكي، إحنا آخر مرة حكينا عن تسنيم. تفضل تسنيم. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا هلا، أنا تسنيم. دكتور لو سمحت بصير تنزل لنا المادة على المودل، لأنه لا مش منزل إشي. لا بالعكس، منزل على المودل، كل المادة على المودل موجودة. ما لقيت، لقيت أنا بين عندي بس محاضرات الزوم اللي أخذناهم، ما بين عندي إشي. لا لا مستحيل، يلا ها هاي بندخل على سرعة. أوكي، أنا بتأكد إنها موجودة يعني. بعدين المادة أصلا كمان نفسها موجودة على الويب سايت تبعي، أوريدي موجودة أكيد يعني. دكتور موجودة، موجود المادة، موجودة خلاص، إذا بديش أضيع وقت أدور عليها، بس هي أنا متأكد إنها موجودة، موجودة على الويب سايت تبعي تسليم. الويب سايت لو تروح على جوجل سايت وموجود إن شاء الله، ما في مشكلة. تمام دكتور، شكرا. تكرمي وين هم؟ الزاج ما بفتحش، مش عارف ليش ما بفتحش. بدي اجرب مره ثانيه. اوكي يعني وجع، بدي يعني نشتغل على الزاج وعلى المودل وعلى القصص. يلا مش مشكله، بس اذا رحنا على جوجل بيفتح، شايف جوجل دائما بيفتح هاي الويب سايت وهي تيتشينج، هاي درولكس، هاي أول إشي. يعني مثلاً هاي الليكتشرز موجودة، زوم ريكوردينجز، أنتوا مثلاً أحد ثلاثة، هاي مثلاً موجود، هاي الريكوردينجز، الماتيريال، الليكتشرز، هاي موجودة كمان. هاي بتاعت اليوم هي موجودة already أصلاً، فإذا كل شيء تمام إن شاء الله يعني. نرجع ل new share، هي تمام. نرجع ل هاي الشاشة عندكم بتكون إذا آخر مرة حكينا عن how to compute the head loss وال لا ما بنزل سلايدات كلياتهم، اللي بيسألني هلا كل محاضرة محاضرتها، بس غالبا إن شاء الله تنزل قبل ما إنه تاخذ المحاضرة، لأنه أنا عم بغير كثير قاعد بالسلايدز، لأنه بدي يعني إشي يكون متماشي مع التدريس أونلاين، يعني ما بدي يكون إشي actually مبني على سلايدز وجاهي وبعدين أنا أتغلب بشرحها، ففي شوية في شوية differences يعني. إذا الفكرة بهاي اللي أخذناها إحنا المرة الماضية إنه how to compute the head loss، شفنا إنه في عندنا طريقتين في الحساب، وضربنا هيك أمثلة مبسطة جدا. في عندنا في الهيد لوس كومبيوتيشن انه انت بتعتبر الهيد ديفرنس بتوين ستارتنج بوينت اند اندنج بوينت از ذا لوس ان هيد ديو تو ذا موفمنت. فما يقدر يتحرك على سبيل المثال من النقطه واحد للنقطه اثنين، وبالتالي مقدار الفاقد من الانرجي اللي احنا بنسميه الهيد لوس نتيجه الاحتكاك، طبعا هذا بنسميه اتش اف fractional losses in head، وبساوي التوتال هيد في البدايه ناقص التوتال هيد في النهايه. فبالتالي هذا بعطيني مقدار الفاقد من الانرجي نتيجه حركه المي من واحد واثنين، واتفقنا المره الماضيه انه المي ما بتتحركش من مكان لمكان الا لما تفقد انرجي، وفقدان الانرجي هو انديكيشن ومؤشر انه صار في عندي حركه، يعني either way you can say it. وحكينا برضه مثلا اخذنا هذا الفالف، هذا الصمام، المحبس هذا، المي إذا تحركت برضه من واحد لاثنين، فمقدار اللوسز في الهيد
HL برضو راح يكون HL كمان بالمناسبة يساوي H1 minus H2 برضو HL في حالة الفالف بتساوي H1 minus H2 الهيد before the water enters the valve minus the head after the water leaves بترك الفالف. فدائما زي ما اتفقنا انه يعني انت قديش صرفت بالنهار هو قديش انت اخذت اول النهار وقديش ضل معك لما رجعت على البيت اخر النهار. فالديفرنس بيناتهم هو بكل بساطة انديكيتر او مؤشر انت كم صرفت بالنهاية. واخذنا هيك مثال رقمي بسيط جدا، لو كان التوتال هيد للمي في بداية البايب 100 متر والتوتال هيد للمي في نهاية البايب 98 متر، فمقدار الفاقد في الانيرجي نتيجة حركة المي من نقطة واحد للنقطة اثنين نتيجة الاحتكاك طبعا هذا الفاقد بساوي 2 متر. وطبعا الاحتكاك طبعا انا عندي البايب، هذا البايب على سبيل المثال، طبعا راح نحكي عنه ان شاء الله بالتفصيل لاحقا. فالاحتكاك انه انا السطح الداخلي للبايب في نتوءات، طبعا هاي بتكون نتوءات مايكروسكوبيه يعني اجزاء من المتر، مرات تقدر تشوفها مرات تقدر تشوفها لانه بتكون في ديبوزيشنز وترسبات، فهذا بيعمل احتكاك نتيجه حركه المي وبالتالي بخسر المي جزء من الانيرجي تبعتها للتغلب على هذا الاحتكاك. فمقدار الفاقد في الانيرجي نتيجه حركه المي من 1 ل 2 هو 2 متر. ونفس الشيء بالنسبه للفالف، لو كان انا عندي هذا المحبس والمحبس طبعا في له ايد بهذا الشكل، اللي الايد مرات تكون زي كانها هاند ويل هيك شيء زي ستيرنج السياره وبتضلك انت تشد فيه وتلف فيه لحد ما يسكر بشكل جزئي. فهذا الشيء بيؤدي لإعاقة في حركة جريان المي، وهاي الإعاقة هي بتغلب المي وبتغلب حركة المي وبتزيد صعوبة حركة المي، أكيد بده يخسر تخسر المي جزء من الإنرجي تبعتها. وبالتالي كان عندي توتال هيد، إذا أنا بضل أحكي كلمة توتال هيد يا جماعة مش هيد حاف، توتال هيد، فبكون عندي التوتال هيد في البداية 100 نتيجة الفقدان الإنرجي صار عندي التوتال هيد 98. فمقدار الفاقد في هاي الحالة نتيجة حركة المي في المحبس هي 100 ناقص 98 اللي هو 2 متر. الآن هاي اتفقنا انه عبارة عن باستخدام كأنه الانيرجي conservation equation، طبعا ما في عندي pump ما في عندي توربين، فبالتالي بيكون كأنه زي ما فكرة مبدأ حفظ الطاقة، الطاقة في البداية بتساوي الطاقة في النهاية، وأي طاقة متشتتة أو مبددة أو تمر بالنهاية. إذن هذا هو المبدأ الأول. وضربنا المرة الماضية مثال إنه كان مع الطالب 50 شيكل في بداية النهار ورجع على البيت وفي معه 10 شيكل، فمقدار اللي صرفه هو 40. إذن هو كأنه الفلوس في البداية ناقص الفلوس في النهاية هو عبارة عن مقدار الصرف، بدون ما نأخذ بعين الاعتبار إنه ممكن في حدا يعطي مصاري خلال النهار أو يضيع مصاري أو يعطي حدا ثاني مصاري، كله عبارة عن صرف بالطرق المعروفة للصرف. الآن نيجي مثلا للطريقة الثانية اللي هي مثلا اللي هي بنسميها direct methods، يعني في عندي طرق مباشرة لحساب الهيد لوس، ومر معكم بالفلويد ميكانكس وراح نرجع إن شاء الله نحكي عنه في مساق الهيدروليكس، وراح نبدأ اليوم إن شاء الله في هاي الإكويشن بالمناسبة، وهاي الإكويشن مرت معكم بالفلويد ميكانكس. فالفاقد في الانيرجي اللي احنا بنسميه الهيد لوس، واحيانا بنسميه بالمناسبه فريكشنال هيد لوس، اذا الحرف الاف هذا اللي عندي هنا تو انديكيت فريكشنال هيد لوس بيساوي اف اللي هي معامل الاحتكاك، واللي انا حكيت عنه قبل شوي بيعتمد على خشونه السطح الداخلي للبايب، هذا راح نحكي ان شاء الله عنه في محاضره بالتفصيل كيف نحسب الاف وشو بيعني هذا الاف. اذا اف ضرب ال ال طول البايب واكشلي طول المسار اللي عليه بنقيس اللص في الهيد، هاي ال ال دي القطر، هذا هو قطر الباي، اذا ذس از دي الفيلوسيتي حكينا عنها برضه بتعرفوها من فلويد ميكانكس اللي هي الافرج فيلوسيتي، والفيلوسيتي دائما بتساوي ضروري ضلكم متذكرين هذا القانون كيو على اي، اذا هذا اتس امست انكم تكونوا حافظينه. يعني لما نحكي عن هاي العلاقه ان شاء الله بسبعة اثنين اثنين برضو راح يعني أكد عليكم إنكم لازم تكونوا حافظين هاي الريليشن شيب. إذا وراح يعني في الجزء الثاني من هاي المحاضرة إن شاء الله راح أشرح لكم على هاي
equation بالإكسل لأنه this is the right way إنه تفهموها بشكل جيد. إذا كان نحكي عن مثلاً direct formulas لحساب الفاقد نتيجة حركة المي في التولز أو في المينز اللي ممكن تكون موجودة زي مثلاً الميترز زي الفالفز إحنا بنسميها ضياعات موضعية بينما الضياعات ال نتيجة الاحتكاك بنسميها ضياعات خطية وطبعاً جهتين مر معكم. الضياع الموضعي هو اللي بيخسر الفلو إنيرجي لكن بشكل متراكم هاي الضياعات الخطية على طول الخط وانتوا أخذتوه هذا في الفلويد ميكانيكس كتوتال إنيرجي لاين بشكل مائل زي ما راح نشوف إن شاء الله بعد شوي. بينما مثلا في حالة الفالف بتلاحظ مثلا بكون التوتال إنيرجي لاين ماشي بهذا الشكل بعدين بنزل نتيجة وجود الفالف بعدين برجع بكمل مرة ثانية. أنا مش عارف أرسم منيح بالماوس بس مش مشكلة. فإذا هذا المكان هو الضياع الموضعي اللي هو ممكن تحسبه من خلال هاي الإكويشن. فمثلا الفاقد في الإنيرجي تبعت المي نتيجة وصولها وانتقالها وحركتها في الفالف بيساوي KV معامل الصمام فالف كوفيشنت ضرب V سكوير عتو جي. لما أجي أحكي V سكوير عتو جي هي actually this is the velocity head. فبتلاحظوا كأنه أنا بحكي يعني الهيد لوس في الفالف هو عبارة عن معامل خاص بالفالف ضرب الفيلوسيتي هيد. لو جيت على المعادله اللي فوقها نفس الشيء هاي عندي هون الفيلوسيتي هيد ضرب معامل خاص بالبايب اللي هو اف في ال على دي. اذا في تشابه بين التو ايكويشنز وجنرالي راح تلاحظوا انه هذا تقريبا سمه من سمات معظم الايكويشنز المستخدمه في حساب اللوسز في الهيد نتيجه الإعاقات اللي بتعرض لها الفلو في البايبس أو بالفالز أو بالعدادات أو بالأكواع. يعني لو كان في عندي كوع أو انحناء في البايب بهذا الشكل يعني هيك شكل مر معكم على كل أنتم بالفلويد ميكانيكس لما أخذتوا المومنتم إكويجن. فهذا له كمان كي إذا هذا له كي بس هذا طبعا تحدب بند إذا بدل الفالف كي بي V سكوير طبعا نحكي برضه هذا عنه إن شاء الله بالتفصيل لاحقا على 2G تمام؟ أوكي يا سليم تفضل دكتور. بالنسبة للسدات الموجودة على الموديل أو على الموقع تبعك فيها اختلاف بسيط بس عن اللي أنت تشرح فيها هون؟ اختلاف بسيط جدا 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 بس مش كبير أكيد لأنه مرات قبل المحاضرة بربع ساعة بلاقي والله إذا ضفت شغلة بسيطة بكون أحسن. فهذا doesn't really matter بالنهاية أنت عندك مسجل هذا أصلا صحيح يعني مثل القانون الثاني الموجود هون يعني بالسلايدات مش يعني مش موجود مش موجود لانه راح نرجع نشرحه بعدين مش مشكله يعني دونت وري تمام. خلينا ناخذ الان مراجعه سريعه جدا للكونسبت اللي اوريدي موجوده عندي بهاي السلايد لانه مش صح انه نمشي بالمساق هو يعني هذه التعاريف او هاي الافكار مش واضحه عندكم. طبعا معظمها تقريبا مر معكم بالفلويد بس انا ما بدي اركن انها مرت معكم بالفلويد لانه يعني خلاص بدي اشي عليها مره ثانيه. مثلا نيجي نحكي velocity head على سبيل المثال هو عباره عن v سكوير على 2g. elevation head هو عباره عن الارتفاع الجغرافي لنقطه معينه من البايب على سبيل المثال واللي دائما تاخذ الرمز z يعني ما تستخدم اي رمز غير هذا الرمز z او z. البريشر هيد هو عبارة عن طاقة الضغط اللي بتمتلكها المي اللي هي بي على جاما. إذا هدول الثلاثة مع بعض الفيلوسيتي هيد اللي بتعبر عن طاقة الحركة والإليفيشن هيد اللي بتعبر عن طاقة الوضع والبريشر هيد اللي بعبر عن طاقة الضغط مجموعهم مع بعض بعطيني ما يسمى ب ذا توتال هيد. والتوتال هيد هو الأساس الرئيسي عندنا في الهيدروليكس أو في الفلويد ميكانيكس اللي بحدد لي اتجاه أول شيء حركة المي لأن المي بتتحرك من الجزء في البايب اللي فيه التوتال هيد عالي للجزء في البايب اللي فيه التوتال هيد منخفض. إذن هاي أول نقطة. أو النقطة الثانية الديفرنس بتوين التوتال هيد في البداية والتوتال هيد في النهاية هو عبارة عن الفاقد بالإنيرجي نتيجة حركة المي بين هدول النقطتين اللي أنت طرحت عليهم التوتال هيد بالضبط زي ما أنت أخذته به
في الكهرباء مثلا بالتوجيه، او قبل بجوز لما يكون في عندي مقاومه اذا بدل البايب، وفي عندي نقطه بدايه وفي عندي نقطه نهايه، والتيار عم بيمشي بالنهايه. ففرق الفولتيه، فرق الجهد، هو عباره عن فرق الهيد، فرق التوتال هيد اللي عندنا. نفس الشيء هذا فرق الهيد او فرق الجهد، هو بشكل او باخر له علاقه بالمقاومه وشده التيار. ونفس الشيء برضو عندنا بالمية، ما راح يختلف المبدا، بيختلف شكل القانون، لكن المبدا بضل مبدا نفسه. يعني تفضل التسليم دكتور. هلا انت بتحكي انه المي عندي بتنتقل من المكان المرتفع للمكان المنخفض، صح؟ لا 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 احنا لا 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 تسليم، انا حكيت من التوتال هيد المرتفع الى التوتال هيد المنخفض. يعني مش انه فرق الارتفاع، لا 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 التوتال هيد انا حكيت قبل شوي كمان، ان انا بضل احكي بحكيش كلمه هيد حاف، لازم احكي توتال هيد عشان ما يضل حدا بيعتقد ان انا مثلا بعني بريشر هيد. نو نو نو، بس هلا راح اوضح ان شاء الله الشيء هذا بسلايدز راح تيجي. اذا الدايركشن اوف فلو مرتبط بالتوتال هيد ديفرنس، تمام، اللي اوريدي حكينا عنه. بريشر هيد فاريشن، شو اللي بخلي البريشر هيد يتغير من مكان لمكان في البايب نفسه؟ يعني ليه بصير في عندي تغير في البريشر هيد والبريشر فاليو؟ نفس الشيء بالنهايه، بس مع اختلاف اليونتس، ليش بصير في عندي تغير في البريشر ثرو اوت ذا بايب؟ في حدا بيعرف ليش؟ ممكن حسب الضغط اللي بيكون واقع على البايب. لا لا لا، هو احنا ليش الضغط بتغير في البايب؟ مو هيك السؤال؟ يعني ليش مثلا بتغير من البدايه للنهايه، او شو العوامل اللي بشكل عام بتخلي ضغط المي يتغير من مكان لمكان؟ فرق الارتفاع. ممكن فرق الارتفاع. يعني مثلا هلا في المناطق العاليه بيكون فيها الضغط، ضغط المي في الماسوره عالي ولا منخفض؟ في المناطق اللي مكانها عالي لا بيكون منخفض. منخفض 100%، لانه كل ما ارتفعنا اكثر شو بصير عندنا؟ كل ما البايب ارتفع توصل المي بشكل أبطأ، مثل العمارات والعاده بتكون المي الطوابق اللي بتكون مرتفعه بتوصلها المي اخر إشي، مثل هذا المبدا. او لا، خلينا نطلع على سلايد، بنرجع على هاي السلايد، السلايد اللي بعدها. لما اجي اطلع على هذه الايكويشن، طبعا هاي الايكويشن اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هو التوتال هيد، اللي هو مجموع هذول الثري تيرمز، بريشر هيد زائد اليفيشن هيد زائد فيلوسيتي هيد. الان اذا جغرافيا ارتفعنا للاعلى معناته زي زادت، ولما زي بتزيد معناته اكيد مع ثبات قيمه اتش بيكون حساب انخفاض البريشر. شو معنى الحكي هذا؟ انه انا اذا بدي هالمي تكتسب، هلا لما الجسم يطلع لفوق شو نوع الطاقه اللي بكتسبها؟ بالداينامكس مر معكم اكيد، وضع طاقه الوضع. بالضبط، طاقه وضع. فاذا المي اكتسبت طاقه وضع، بس هذا بيكون حساب ايش؟ خساره طاقه الضغط. يعني احنا بنعتبر انه الفيلوسيتي هيد ضلت زي ما هي. طبعا ليش ضلت الفيلوسيتي هيد زي ما هي؟ لأن ما بدي احكي كلمه ابطا واسرع بالمناسبه، لانه الفيلوسيتي احنا اتفقنا بتساوي كيو على ايه. فاذا الفيلوسيتي بتساوي كيو على ايه وانا بجبر نفس التدفق ونفس البايب دايامتر، معناته الفي دائما بدها تكون كونستنت. اذا بالتالي دائما هذا كونستنت، تمام. يعني احنا ما نتعامل في هذا المساق مع الانستدي ستيت، لا نتعامل مع الستدي ستيت اللي هو فيها الفيلوسيتي والفلو ريت داز نوت ريلي تشينج وذ تايم. معناته اذا ارتفعنا جغرافيا للاعلى البريشر هيد بينزل، والعكس صحيح تماما. يعني الناس اللي بيوتها في مناطق منخفضه في خطر كبير انه يكون ضغط المي يكون عالي جدا داخل على البيت، ولما يكون ضغط المي عالي بشكل كبير ممكن يخرب العداد المي وممكن يخرب العوامل. عشان هيك عاده بيستخدموا شيء بنسميه بي ار في، البريشر ريديوسينج فالف، اللي هو بيعمل عمليه خفض للضغط الداخل على البيت. فاذا بصير في عندي بريشر هيد فاريشن. في سبب ثاني طبعا اللي بخلي يكون في عندي فقدان في البريشر، يعني المي بتخسر البوتنشال القوه تبعتها. يعني طبعا مقصود بكلمه القوه اللي هو قدرتها على
الارتفاع للأعلى نتيجة طبعاً اللوسز في الهيد. هذا أهم إشي، يعني كل ما كان في عندي لوسز بالهيد أكثر، كل ما كان في عندي فقدان في البريشر هيد أكبر، وبالتالي كل ما كانت المقاومة الكهربائية أعلى ديفينيتلي بده يكون في عندي انخفاض في الفولتية وفي الجهد، يعني هاي نفس المبدأ يعني. فإذا انخفاض الضغط ممكن يكون يعني البايب المستوي الأفقي اللي ما فيش فيه تغير بالزي، وأكيد ما فيش فيه تغير بالفي بالفيلوسيتي نتيجة إنه الديامتر ثابت، معناته التغير الوحيد اللي بيحصل على البريشر هيد بيكون نتيجة فقدان الإنرجي نتيجة إيذر الاحتكاك أو وجود فالفز أو كواع أو انحناءات أو whatever بخط المي. هذا كتير مهم، وإن شاء الله يعني بالمحاضرة الجاي بنستخدم الآيباد وبفرجيكم كيف الأكشوال كالكوليشنز بهذا الشيء. اتفقنا إنه الديفرنس إن توتال هيدز هذا خلص صار واضح لكم، هو عبارة عن الهيد لوس إذن زي ما حكينا هنا، والهيد لوس كومبيوتيشن فينا نحسبه بطريقتين زي ما اتفقنا، يا إما توتال هيد ديفرنس يا إما ديركت فورمولاز. مر معكم كمان شغلتين بس بنأكد عليهم بشكل سريع هنا، ولاحقا في الأمثلة إن شاء الله بنتطرق لهم، إن هو ما يسمى بالتوتال إنرجي لاين وبالهايدروليك جريد لاين. والتوتال إنرجي لاين من اسمه أصلا توتال، وبدأ كلمة إنرجي لاين احكي توتال هيد لاين، معناته إذن هو اللاين اللي بيعبر عن هدول المجاميع الثلاثة، البي على جاما زائد الزي زائد البي سكوير على 2 جي. This is what is called the total energy line. مرات بسموه الـ EGL الـ Energy Grade Line، بينما الـ HGL هو نفس الـ Total Energy Line بس بدون الـ V سكوير على 2 جي. معناته إذا أنت عرفت الـ Hydrated Grade Line وزدت عليه الـ V سكوير على 2 جي ورسمت الخط الواصل بين البداية والنهاية تحصل على توتال انرجي لاين زي ما راح تشوف ان شاء الله. فخلينا نسأل سؤال سريع هيك، امتى بيكون التوتال انرجي لاين موازي للهايدروليك جريد لاين؟ لما يكون ما في خسارة. لا هذا برضو بوضح ليش، لما يكون عندي الفيلوسيتي هيد كونستانت، ولا يمكن يكون الفيلوسيتي هيد كونستانت الا اذا كان المقطع الديامتر تبعه ما بتغيرش. يعني اذا اجينا حكينا مثلا بايب شكله هيك، ثاني بس هون في فراغ بهاي السلايد، بايب شكله هيك، معناته واضح انه القطر في البدايه اكبر من القطر في النهايه، وبالتالي لا يمكن يكون الفيلوسيتي هيد كونستانت، وبالتالي لا يمكن يكون التوتال انرجي لاين موازي للهايدروليك جريد لاين. بس هذا مش مهم كثير. واخر فكره راح تمر معنا ان شاء الله اللي هي ما يسمى ب سلوب اوف ذا توتال انرجي لاين، بس هذا ان شاء الله بشرحه في السلايد اللي راح تيجي. هذا كثير مهم وانا حاطه باللون الاخضر بالعمادن عشان نهتم فيه بشكل منيح. إذا مرة تانية هاي الإكواجن مرت معكم بفلويد ميكانيكس، ومطلوب أنك تكون حافظها لإيجاد the total head at any certain location. فإذا حكينا مثلاً H 3 مثلاً معناته P 3 على جاما زائد Z 3 زائد V 3 سكوير على 2G، وحدة ال H دائماً بالمتر، وحدة P على جاما بالمتر، وحدة Z بالمتر، وحدة V سكوير على 2G بالمتر. بس actually وحدة البرشر كبرشر هي معروفة نيوتن على متر مربع، وحدة الجاما اللي already موجودة عندي هنا اللي هو الوزن النوعي نيوتن على متر مكعب، فصار أنا عندي pressure نيوتن على متر مربع على نيوتن على متر مكعب، فمختصره كلهم بضل عندي واحد على واحد على متر، والمتر بتطلع لفوق بتصير بالمتر. ونفس الشيء الفيلوسيتي، الفيلوسيتي متر بير سكند بنربعها بصير متر مربع سكند تربيع، والجي متر لكل ثانية تربيع، وبالتالي بضل عندي متر حاف بالنهاية. فيعني بليز يعني ضلك بتذكر دائما انه كل التيرمز هذه وحدتها وحده الطول، وحده اللينكث. يعني الان خلينا نناقش 3 كيسز قبل ما نروح للاكسل ان شاء الله. الان في انا عندي 3 كيسز، الكيس الاولى فيها عندي بايب، هذا البايب زي ما انتم شايفين ليد ممدد هوريزونتالي. طب كيف بعرف انه هذا البايب هوريزونتال؟ هو صح بالشكل مبين انه هوريزونتال،
بس لو اطلع على سلايد مظبوط شو الانديكيشن اللي بيقول لي انه هذا الباي هوريزونتال؟ فرق الارتفاع بين النقطتين اللي عندي. هاي عندي زي 1 14، هاي زي 1 14 وزي 2 14، تمام. اذا معناته الارتفاع الجغرافي لنقطة البداية مساوي للارتفاع الجغرافي نقطة النهاية، معناته actually z1 equals z2، معناته this is laid horizontally. هاي أول نقطة. النقطة الثانية بتلاحظوا عادة إحنا بنعتبر السنتر لاين، هاي السنتر لاين تمام، خط المنتصف، وهي السنتر لاين، معناته من خط المنتصف center line للبايب all the way للديتم اللي هو الخط المرجعي تبعي الديتم، ممكن يكون سطح البحر مثلا على سبيل المثال زي ما برضه بجوز بالفلويد ميكانكس مر معكم. اذا احنا دائما بدنا بنحكي مثلا هذا الباي نقطه البدايه فيه على ارتفاع جغرافي 14 متر، احنا اكشلي بنحكي 14 متر ابف مين سي ليفل، اعلى من مستوى سطح البحر. بس يعني جرت العاده ما نحط هنا اي افريج مين سي ليفل، يعني جرت العاده ما نحطها، بس actually هي لازم احنا نكون متخيلين انه ممكن يكون Z1 مش 14، ممكن يكون minus 14، يعني هذا البايب موجود في منطقة الأغوار مثلا، وبالتالي هو أصلا موجود في منطقة هي أخفض من مستوى الديتم، يعني كأنك انت زادته في هذا المكان هنا حاطه تحت، يعني تحت الديتم. فإذا ممكن ممكن يكون عندي Z بالماينس بالمناسبة. الآن باجي بطلع على سبيل المثال في مقدار الضغط عند النقطة واحد. هلا إذا حكيت كلمة ضغط حاف غير عما أحكي البريشر هيد ارتفاع الضغط مثلا. إذا حكيت البريشر بريشر عند نقطة واحد، شو بساوي البريشر عند النقطة واحد حسب الأرقام اللي عندي؟ تفضل. الضغط عند النقطة واحد شو بساوي؟ 26 ضرب جاما على السائل. 100% ذهب، هذا جواب رائع جدا. إذا حكيت ضغط حاف معناته أنا بدي الجواب يطلع بوحدة نيوتن لكل متر مربع باسكال. أنا عندي الهيد 26 متر، عند الوزن النوعي جاما بغض النظر قديش لك تأخذ قيمته، لكن هو وحدته نيوتن على متر مكعب، ضرب المتر بصير نيوتن على متر مربع. بس لأنه إحنا متفقين أنه نتعامل دائما مع البريشر كبريشر هيد، معناته 26 متر. الآن شو بيعني هذا 26 متر؟ يعني لو أنا أجيت خزائط خزق بهذا المكان بمقدح أو دريل أو مسقط أو whatever، بالنهاية الماء راح ترتفع من السنتر لاين زي ما اتفقنا all the way up، تعمل نافورة لارتفاع 26 متر. ال 26 متر actually هاي بسموها 2.6 bars، بس مش مشكلة. هلا الفيلوسيتي هيد هو عبارة عن 0.5 meters. الآن لو هذا الحكي ضربته ب 2G وأخذت الجذر بحصل على قيمة السرعة بوحدة متر بير سكند. وإذا كنت عارف الديامتر وأوجدت مساحة مقطع الجريان الأريا وضربته هاي الأريا بالفيلوسيتي اللي أوجدتها، بقدر أحصل على مقدار التدفق، معدل الجريان، مقدار الفلوريت كيو. لأن يمكن كمان تستنتج الإشي هذا مثلا، بس كل هذا اللي حكيته مش هذا اللي أنا بدي إياه. لأن هذه هي الثري تيرمز اللي already عند النقطة واحد، ونفسها ما أعطيك إياها عند النقطة اثنين. معناته عند النقطة واحد مقدار التوتال هيد هو عبارة عن 14 26 40 ونص، إذن 40.5. أنا متغلب باستخدام الماوس يعني المشكلة هاي H1. بينما H2 لو جيت اطلعت 14 و20 ونص، معناته 34.5. This would be H2. The total head at location 10. يعني بعد ما خلص البايب مسافة 1000 متر من الجريان من 1 ل 2. إذا H2 34.5. ضروري نتخيل الوضع التالي، إنه ال 34.5 متر كانت بالأصل 40.5 متر، لكن 1000 meters before. إذا أول نقطة. اثنين، مقدار الهيد لوس هو عبارة عن 40.5 ناقص 34.5 اللي هو 6 متر. هاي الستة متر هي عبارة عن الفاقد بالإنرجي نتيجة حركة المي
من نقطة واحد اللي فيها التوتال هيد 40.5 للنقطة اثنين اللي فيها التوتال هيد 34.5. معناته الألف متر اللي قدامنا هذه هي عبارة عن the distance، بقدر أحكيها كالتالي بطريقتين، المسافة اللي قطعتها المي، بس ما بدي أحكي هيك، بدي أحكي this is the distance over which the water lost 6 meters of its energy due to the movement between the two points 1 and 2. Two points total head اللي عليهم 40.5 و 34.5، والتو بوينتس المسافة بيناتهم 1000 متر. لو كانت المسافة مش 1000 متر، لو كانت المسافة 500 متر، كم بيكون الفاقد بالإنيرجي؟ ثلاثة. ممتاز ممتاز، ذهب. ولو كان العكس، لو كان 2000 متر 2 كيلو بيكون 12 متر، الضعف 100%. ذهب صح. شو السبب؟ ليه؟ الاحتكاك اللي داخل الانبوب، فهي بتبذل الانرجي عشان تتغلب عليه وتتحرك هاي المسافه. اه صح، بس ليش قصدي النسبه هيك واحد لواحد بهالمعنى هذا يعني دكتور؟ لانه كل العوامل الثانيه ثابته، بس بضل عندي الطول اللي هو المتغير، يعني راح يزيد الضعف تزيد الفريكشن 100%. هي مثلا اذا بتطلع هون شايفين ال هي مبينه، فاذا انا عملت هاي 2 ال بصير 2 اتش اف مباشره. ممتاز، عشان هيك ركزوا معي يا جماعة. بدي أحكي إشي بيحتمل تفسيرين. هاي بنسميها ضياعات خطية باللغة العربية، يعني إذا بدأ ترجمها بالإنجليزي هلأ هو شمعات خطي، يا إما بتكون linear linear losses in head، يعني كأنك بتحكي y بساوي ax بكل بساطة، والx being the l the distance travel، يا إما خطي بمعنى من الخط، الخط اللي هو الأنبوب، يعني لما نحكي عن خط المي وخط الكهرباء وصار خط إيش يعني خط المجاري، وهنو مجرة يعني. فإذا هي لاينر كمان لاين، إذا هي الضياعات نتيجة حركة المي في الخط، وهي بنفس الوقت ضياعات خطية كماثماتكس يعني. فعشان هيك لو أجي أطلع هون هلا على سبيل المثال، هاي عند هاي النقطة الأعلى إشي البداية هنا، هي عبارة عن نقطة قيمتها 40.5. ليش؟ لأنه Z1 زائد V1 على جاما زائد V1 سكوير على 2G اللي هي actually هاي، إذا this is H1. وبينما عند النقطة 2 هاي صارت عندي بهذا المكان هنا، وبالتالي هي عبارة عن 14 و20، هاي أول شيء تحت ال 14 وفوقيها ال 20 اللي هو pressure head، وال V سكوير على 2G اللي هو النص، صارت عندي 34.5. لما أوصل بين هدول الخطين اللي هو هذا الخط، بصير عندي the total energy line. الآن لو ما كان في عندي losses في الهيد وكان عندي الوضع ideal زي ما مر معكم الفلويد ميكانيكس، بنصير كأنه احنا في chapter 5 بالفلويد ميكانيكس لما حكيته على البرنولي equation، ف H1 بتساوي H2، بالتالي بصير عندي هذا هو الخط المعبر عن total energy line في ال ideal situation. اللي بدك تفترض انه انت كطالب لما تاخذ 50 شيكل الصبح وبتروح في حدا بوصلك ببلاش وبترجع ببلاش، وحدا بيطعميك بالجامعة وبيشربك الدخان وبشحن لك كرت الجوال، هيك معناته الحكي هذا يعني ما عندك أي losses نهائي، which does not really make any sense at all في ال water engineering real يعني في الواقع يعني. وبالتالي بيكون في عندي احتكاك، لأنه ما في عندي وضع مثالي، العكس عند المائع بيكون حقيقي real، وبالتالي بيكون في عندي losses in head. الآن بدنا نتفرع شوي لعدة شغلات هنا. نرجع أول شيء لآخر تعريف اللي أنا تركته، الـ slope of the total energy line. كم مقدار slope of this line اللي هو total energy line هذا الخط الفوقاني، كم slope تبعه؟ أيوة مبين slope اللي هو المقابل على المجاور، 6 بالألف، 6 على ألف، 6 على ألف بالضبط، أي HL على L. بالمناسبة إذا بتلاحظوا سماهن HL مع أنه أنا سميتها HF، كل كتاب بسميها بطريقة مختلفة بالمناسبة. فأنت برجع إلكم أنتم يعني أنه تحب تسميها HF ولا HL، بس أنت لازم تكون عارف شو السبب إنها نجت هاي الـ HL بالضبط. هي إذن 6 على 1000 على اعتبار أنه الهبوط كان 6 متر over a distance مقدارها 1000 متر. لكن شوي طبعا هذا الرمز تبعه، قبل ما نحكي بدي أحكيه، هذا الرمز تبعه أول شيء S، معروف هذا الرمز slope، لكن مش اسحاف، اس اف،
fractional slope. The fractional slope بساوي HF على L. تحب تحكيها HL HL. بس دير بالك ال HF أو ال HL فقط فقط من الضياعات الخطية من الاحتكاك. يعني أنا في عندي valve هنا بالمناسبة. خليني أضيف valve بهذا المكان بس أستخدم لون ثاني. أنا صارت متعجقة هاي الرسمة. نستخدم مثلا لون الأخضر. لو أنا أجيت حطيت هنا valve شو راح يصير في التوتال إنرجي لاين؟ بيمشي زي ما هو ما في مشكلة. موصل عند الفالف بنزل نزل زي ما مر معكم الفلويد ميكانيكي بكمل بشكل موازي. يعني هذا موازي لهذا. فسلوب اوف ذا توتال انرجي لاين هو عباره عن هاي المسافه زائد اي مسافه زائد هاي المسافه اللي هيك انا مش قادر ارسم مظبوط على المسافه المقطوعه اللي عندي. يعني انا بس اجي اسالكم كم مقدار الفاقد. هي بس بدي امسح هاي الرسمه لانه بدي اسال زي ما سالت امبارح عم بحاول اتذكر شرحت امبارح لانه في طالبه امبارح سالتني لو جبت بالامتحان بديش اكون شارح لمجموعه ومش شارح لمجموعه. بالمناسبه ذكروني بنهايه المحاضره انا حددنا موعد الفيرست مع المجموعه الاولى نحدده ان شاء الله معكم بنهايه المحاضره. هاي هيك مسحنا كل شيء تمام. نرجع هون مره ثانيه. لو انا اجيت حطيت هون فالف فانا بصير عندي بضل ماشي نفس الشيء لحد ما يوصل للفالف بصير في دروب. انا ببالغ كثير قاعد في الرسمه هذه تمام. هذا الدروب في التوتال انرجي لاين نتيجه الضياع الموضعي لوكال لوس. بينما بكمل بعد ما يطلع من الفالف بكمل مره ثانيه في الضياع الخطي تمام بهذا الشكل. هيك ممتاز. نغير اللون عشان تطلع الرسمة أحسن. نرد نرجع للون الأحمر. الآن هاي المسافة نسميها واحد وهاي المسافة بدي أسميها ثلاثة وهاي المسافة بدي أسميها اثنين. المسافة واحد شو بتعبر يا جماعة؟ عن إيش بتعبر المسافة واحد؟ عن اللوسز من الفريكشن. بس لو بدك تزيد كمان كلمه صح بس الانرجي لوسز من الفريكشن. بس بدي بس بيفور ذا فالف يعني من نقطه واحد لحد ما تدخل الفالف. بالضبط. بينما المسافه رقم ثلاثه هي اللوسز في الهيد ما بين الفالف ونقطه اثنين نتيجه الاحتكاك. وبينما المسافه اثنين هي عباره بالضبط بعد الفالف. بينما المسافه اثنين هي عباره عن الفاقد بالانرجي نتيجة الإعاقة في الفالف نفسه. يعني حتى بالضبط. يعني أنا بدي أحكي هو أسهل والله نحكي بالإنجليزي هذا الشيء. يعني مثلا one this is the losses in head due to the friction between one and the valve. تمام. two this is the losses in head due to the valve location. بينما المسافة ثلاثة هي المسافة ثلاثة مرة ثانية this is the losses in head due to the friction between the valve and point two. طيب يعني معك هيك لو انا سالتكم مثلا رسمت الرسمه هاي بالامتحان وعلى شيء مدرج وقلت لك ما هي الضياعات what are the losses in head due to friction between one and the valve تحكي تقيس المسافه واحد. what are the total losses in the pipe due to friction مسافه واحد وثلاثه. what would be the total losses between the valve between the valve and point two. يعني كأنك بتحكي من مدخل الفالف للنقطة اثنين بصير مسافة اثنين وثلاثة. طبعا لازم أوضح لك لما أقول لك between the valve and point two هل هو عند مخرج الفالف ولا عند مدخل الفالف للنقطة اثنين. أكيد لازم يكون واضح لأنه في فرق بين الشيء هذا. إذا يعني هيك الإشي بهذا الشكل. الآن لو رجعنا الآن طبعا كل اللي أنا حكيته مش هذا هو اللي أنا الهدف من السلايد بالمناسبة. الهدف من السلايد برد أرجع أنا غلطت لما مسحت هذا 40.5 التوتال هيد و 34.5 اللي هو التوتال هيد في النقطة 2. واتفقنا انه الفاقد بالانرجي والديفرنس بيناتهم اللي هو عبارة عن 6 متر. طيب إذا كان البايب أفقي زي ما احنا شايفين زي 1 بيساوي زي 2 وإذا كان الفيلوسيتي هيد ذا سيم معناته الخسارة في التوتال هيد مين اللي تأثر فيها بشكل واضح اللي هو البريشر هيد زي ما انتم شايفين. معناته البريشر هيد هو اللي حمل هاي الخساره وهذا شيء منطقي لانه
أول شيء ما فيش تغير جغرافي بالارتفاعات، معناته طاقة الوضع ما تأثرت ولا بأي شكل من الأشكال نتيجة الحركة هذه، يعني لا ساهمت ولا شيء يعني. والفيلوسيتي هيد ذا سيم، لأنه البايب دايمتر ذا سيم، الفلو ريت ذا سيم. إذا صفى عندي الإنديكيتر الوحيد إنه صار في عندي فاقد بي الإنرجي هو بس الخسارة في البريشر. خطأً، ها ركزوا معي بس هون صح، يعني إنه أجي أحكي الهيد لوس هو عبارة عن the difference in pressure head، صح وغلط. يعني إذا أنا حكيت إذا مثلا قلت لك بالامتحان true and false مجازاً يعني هيك، وبذات الفاينل ممكن يكون أصلاً وجاهي يعني، يعني ما ينفع أسألك true and false. لو إجيت حكيت لكم إنه the loss in head due to friction in a pipe is the difference in pressure head immediately false. بس all the time مش all the time. In specific cases, the loss in head due to friction could be the difference in pressure head true. طبعا هاي الكيس قدامنا لما يكون عندي ال pipe horizontal، لما يكون عندي الفلو uniform. طبعا كلمة uniform هو إشي بتغيرش مع المسافة، يعني V1 هي نفسها V2. فإذا عندي الـ pressure difference هو نفسه كأنه الـ loss in head due to friction. لو رحت مثلا للكيس هذه، الآن هون الكيس هاي بدنا نناقش شغلتين، وخلي أستعجل شوي عشان نلحق نعمل إشي على الإكسل زي المجموعة تحت البارح. مرة ثانية Z1 19 Z2 10. إذا بطل الـ pipe horizontal هو أصلا واضح بالشكل يعني. أهم شيء المي بتكتسب طاقة وضع ولا بتخسر طاقة وضع بهاي الحالة؟ خسارة 100%، لأنه أنت نزلت. لما أنت نزلت already أنت بطلت في مكان مرتفع، فـ already أنت بتقرب أكثر للديتم، وبالتالي you already lost a certain amount of potential energy طاقة الوضع. كم مقدار الخسارة في طاقة الوضع؟ 9 بالضبط. 9 هاي التسعة هي actually صار في تحول في الانرجي. يعني مثلا اجيت طلعت، انسى هلا الفيلوسيتي هيد لانها نص ونص، يعني ما اجي بتطلع كم انا عندي هنا P1 على جاما 21، بينما عندي P2 على جاما 24. معناته already صار في زيادة في الانير في البريشر هيد بريشر انرجي بمقدار 3. ما عادش معاك الحكي هذا. الخسارة التسعة في طاقة الوضع 6 وين راحوا؟ أو إيش قديش عندي التوتال هيد هون؟ 40.5 نفس الشيء. 19 و21 40.5. بينما هون عندي 10 و24 34.5. إذا ضل عندي نفس الهيد لوس زي الحالة الماضية. الخسارة 6. وفي عندي كسب بمقدار 3 في البريشر هيد، معناته اللي فقدته المي كطاقة وضع اللي هو 9، 6 منه راح للصرف للتغلب على الاحتكاك، و3 متر رفع لي طاقة الضغط للمي عند النقطة 2. واضح كيف تتحول الأشياء؟ يعني طاقة الوضع هي اللي صرفت على الهيدلوس، وهي اللي ساهمت في رفع قيمة البريشر هيد في هذا الوضع اللي عندي. الآن كم مقدار SF اللي هو the slope of the total energy line؟ مرة تانية القانون HF على L. تمام، 6 على L. 6. بس كم مقدار الألف بالضبط؟ وقوع حدا 100% جابت زميلكم هاي ألف. قوع حدا ياخذ هاي المسافة، مسافة البروجكشن نو. إذا هون احنا زبطت معنا بس في الكيس الهوريزنتال، لكن مش راح تزبط معنا في هاي الكيس، لأنه أنا دائما بعتبر المسافة المقطوعة وليس مسقط المسافة المقطوعة في المي. لأنه أنا بقدر آجي أعمل لك بايب واقف هيك، واقف وقوف، وكانت الخسارة في الإنيرجي 6، ومشى مسافة عمودية 1000، إذا بضل 6 بالألف. مع أنه إذا بتجي تطلع أنت على
الديسبليسمنت زيرو، لانه اصلا مسقط هذا البايب نقطه، اذا لا يعقل الكلام هذا. واضح يا جماعه؟ هذا يعني مختلف عن السلوب اوف ذا توبوغرافيك سيرفيس على سبيل المثال. ضروري تخلي هذا الحكي في بالك. طب نطلع هاي الكيس، هاي الكيس رائعه جدا لانها المي بتطلع بتنوع هذه، وبالتالي اذا مش الشيء الشائع عند الناس انه المي بتنزل بنزول لانها ما معها طاقه وضع، اوكي، بس هو انا بقدر اخلي المي تطلع بطلوع زي الشائع عندنا. الان شو اللي خلى المي اول شيء تطلع بطلوع حسب الارقام اللي عندي؟ الضغط نفسه، البشر. البشر 100%. اول شيء قبل ما نكمل، H1 6 زائد 34 40 والنص، بينما هنا 23 11 34 والنص لتحت. زين برضه استنى، عندي HF6، لكن شو اللي صار؟ المي كسبت طاقة وضع. زين هذا شيء مهم كثير، من 6 ل 23، إذا في عندي 17. في المقابل خسرت، كان عندي الضغط 34 صار 11، يعني مقدار الخسارة في الضغط لي قديش؟ 23، 34 ناقص 11 معناته ال 34 هذه كيف انصرفت؟ سوري، 23 مش 34، 23 كيف انصرفت؟ اللي هو الديفرنس، الخساره يعني، او كيف خسرت ال 34 23 اذا بدنا نحكيها هيك؟ يعني خسرت 17 عشان تراكم طاقه وضع، هاي من 6 ل 23 عشان تعبي خزان في راس جبل، وخسرت كمان الستة اللي هي فرق ال 34 من ال 40 ونص. واضح يا جماعة؟ إذن لما نطلع لفوق بنخسر ضغط وبنراكم طاقة وضع، والعكس صحيح، وستيل عندي 6 على 1000 هو سلوب اوف ذا توتال انرجي لاين او الاس اف بالنهاية. الآن لأن في شيء برضه أنا حكيت سألته الطلاب امبارح، عم بحاول أتذكر شو اللي شرحته، خليني بس أمسح هاي بسرعة، او بلاش بحكي لكم اياه على الاكسل ان شاء الله احسن عشان نضيع شوي. ضل عندنا هذا المثال بسيط جدا، طلعوا عليه في البيت، وموجود الحل بالمناسبه اوريدي، احنا حكينا الفكره تبعته وموجود الحل اوريدي على هذه الجدول، فبليز طلعوا عليه في البيت انه الحل موجود. خلينا ننطلق بشكل سريع على الاكسل واشرح الجزء الثاني ان شاء الله من هذه المحاضره. وأنا بتأكد مرة تانية على الفكرة الرئيسية اللي أنا بالنسبة لي أهم حتى من كل الانجينيرينج أبليكيشنز اللي بتاخذوها في هذا المساق أو حتى أي مساق تاني. بحب أأكد دائما على إنه لازم تحاول إنك تكتسب مهارات إضافية بالإضافة للمساقات اللي بتاخذها. يعني هون ضروري تخلص هذا المساق وعندك شغف، يعني أهم من المواد المي إنه يكون عندك شغف بالإكسل، يعني وتحاول يعني تتعلم كثير على الاكسل، سواء على اليوتيوب تجرب لحالك، تسال، تروح على جوجل وتبر. بالنهايه الهدف الان من العرض اللي راح اعمله انه ناخذ اول ايكويشن مرت معكم بالفلويد ميكانكس لحساب الفريكشنال لوسز ان هيد اللي هي ما يسمى ب دارسي ويسبخ، نجينا ان شاء الله على البرزنتيشن المره الجاي، دارسي ويسبخ ايكويشن اللي انا بدي اكتبها قدامكم هلا، اللي هي بسموها اتش اف بيساوي اف ال على دي V سكوير على 2G، ونناقش هاي الإكويجن بشكل سريع، وتكون هذا المناقشة المدخل إن شاء الله للمحاضرة القادمة. إذا HF يساوي F، بس أكتبها بشكل سريع، L، بس أنتوا هلا مفروض بتشوفوا قاعدين إشي على الإكسل يعني. وعندي هنا V، أحاول أكتب بس بشكل سريع، V سكوير على 2. إذن هاي هي الإكويجن، هاي أكبرها عشان نشوفها بشكل منيح. مثلا نختار خط 20 ونحطها هون على اليمين شوي، ممكن ألونها، أعطيها هيك لون باك جراوند، أحطها أحمر وبولد لكم إياه. يعني هاي الإكويجن يا جماعة أنا بستخدمها وأنتم راح تستخدموها، ومستخدم كثير في حساب الفريكشنال لوسز نتيجة وجود رف اللي هو خشن internal walls في البايبس. كل هذا الايكويشن ان شاء الله راح نشرحها المره القادمه، وفي محاضره خاصه لشرح ان شاء الله الاف اللي هو الفريكشن كوفيشنت. كل ما كان وضع
السطح الداخلي وحالته للبايب سيئة، كل ما كان عندي F قيمته عالية، هذا معامل احتكاك. برضو مر معكم بالداينامكس، مر حتى بالفيزياء تاعت التوجيه وقبل التوجيه والرد الفعل وكل هالأشياء هاي مرت معكم يعني. فإذا هذا الـ F، الـ L طول البايب، المسافة المقطوعة، الديامتر اللي هو عبارة عن القطر تبع البايب، الـ V الـ Average Velocity، الـ V بالمناسبة اللي أنت بدك تحسبها بالنهاية، هاي نكتبها بسرعة، هاي عندي V، هذا قانون بدك تحفظه، وأكيد حفظته أنت أصلا بالفلويد ميكانكس زي اسمك، يساوي Q على A. At the same time Q is Q، ما في مشكلة يعني، هاي Q، لكن الاريا شو بتساوي يا جماعة؟ الاريا بتساوي باي، هاي باي، وبتساوي كمان دي سكوير على 4، يعني 4 بقدر وين احطها جنب الكيو بهذا الشكل. اذا هاي المعادلة الثانية اللي بدك تكون متذكرها مع هاي الاكويجن اللي اوريدي عندنا هنا. اذا this is another equation you need to remember all the time. الآن لو أنا أجيت أمسكت الـ V هذه وحطيتها في معادلة حساب ضياعات الاحتكاك، يعني أجيت هذه الـ V اللي already كل هذا وحطيته محل هاي الـ V، تمام يا جماعة؟ فبصير عندي كأنه FL على D 16 Q تربيع، أنا بدي أربع على باي، على باي سكوير D قوة 4، أكيد لأنه أنا ربعت، يعني كيو يعني في تربيع، يعني كيو تربيع على اي تربيع. ضروري تركزوا معي، بس هذا ما فيش مجال اكتب معادلات طويله واضيع وقت يعني، بس انتم يو نو ذات يعني. اذا صار عندي دي قوه 4 وفي عندي اولريدي طلع هون الدي هاي تحت ال ال، اذا صار عندي هون دي قوه 5، هذا بعطيكم انطباع اول شيء مسبق انه كل ما زاد الديامتر الفريكشنال لوسز بالهيد بتقل، كل ما زاد الديامتر الفريكشنال لوسز بالهيد بتقل، مش بس هيك كمان تأثير تغير الديامتر كبير كتير، لأنه أنت بترفع لقوة 5 أكبر من تأثير تغير الـ L، أكبر من تأثير تغير الـ F، وحتى أكبر من تأثير تغير الفلوريت، لأنه الفلوريت صارت رتبته بهاي الإكويجن لما تعوض محل الـ V Q تربيع. إذن هذا أول كونسيبت بدي إياكم بدكم متخيلينه مضبوط. الآن خلينا نأخذ مثال رقمي ونغير فيه، وبدي هيك إن شاء الله في البيت تسووا هيك، لما أعطيكم أول هومورك إن شاء الله بدي إياكم تحاولوا قدر الامكان تحلوه بالاكسل، ولما تحلوه بالاكسل انت بصير تغير متغيرات وتشوف شو بيطلع معك بالنهايه. اول شيء احنا الهدف في عندنا بايب، زي مثلا تخيل مثلا بهذا الشكل هيك بشكل سريع، هذا بايب، وانت بدك تحسب اللوسز ديو تو ذا فريكشن في هذا البايب. ما انا معطيك لهذا البايب الفريكشن كوفيشنت اف، ومعطيك ال، هاي عم بطلع على الايكويجن انا مكتوب، معطيك الديامتر بس مش معطيك في، شو معطيك بدل الفي كيو، وانت بتحسب الاي، تمام يا جماعه؟ بعدين انت بتحسب الفيلوسيتي، بعدين بتحسب ايش كمان، بحب دائما تحسب شغله وتعودها من هلا، في سكوير على 2 جي. طبعا ممكن تكتب في سكوير على 2 جي بطريقه ارتب زي ما كتبناه هناك، بس هلا ما فيش مجال نضيع وقت. هلا اخر شيء بدي احسب الاتش اف، وبدي احسب الـ SF بالمرة، يعني اللي هو او ممكن اعملها كابيتال لتر بهذا الشكل، اللي هو the slope of the total energy line، احيانا بسموه fractional slope. fractional slope بيساوي HF على الـ L، هاي طبعا مو مش راح يديني ارقام لانه فيش ارقام اصلا. طيب والـ HF شو بيساوي؟ بيساوي الـ F اللي ما لهاش قيمة لحد الان، ضرب بفتح قوس L على D بهذا الشكل، ضرب V سكوير على 2G. Like الآن الـ V سكوير على 2G شو بتساوي؟ V سكوير هاي يساوي، طبعاً الـ V سكوير بحب تعملها هيك، ركزوا معي شو بعمل، باور للـ V هذه هيو هيك بهذا الشكل، الرتبة الباور 2 على، فيني أعمل هيك على 9.81، على 9.81 like this، لأنه هي علاقة التعدي من اليسار لليمين، وفينا أحكي تقسيم افتح O 2 ضرب 9.81 it's the same. V بتساوي Q على A، إذا لازم أعمل خانة لمين؟ نسيت أحطها للA، هي insert هي A، إذا لازم أحسب أقول
ال كيو ال في بتساوي كيو على اي. ال اي شو بتساوي؟ باي دي سكوير على 4. الباي فينا اكتبها 22 على 7 3.14، وبدي اياكم تتعلموا هيك باي. هذا اوريدي فانكشن موجود في الاكسل، وبالتالي ما تعملش اي راوندينج نهائي. اذا باي ضرب الباور اللي حكينا عنها قبل شوي لا دايامتر تربيع، اذا باي دي سكوير على 4 بهذا الشكل. الان خلاص ما تبقى اللي هو معطيات، خلينا نعمل هاي المعطيات باللون هذا. ممكن اعمل تقسيم بهذا الشكل كان نشوف الخلايا. تمام، اذا اف عاده مر معكم الفلويد ميكانكس something like 0.02، مرات 0.015، مرات 0.025، مرات 0.03، ممكن توصل 0.04 باكستريم كيسز. كله هذا ان شاء الله راح ناخذه ليتر اون ونفهم يعني على اساس الاف تتغير. الطول مثلا خلينا ناخذ قيمه مثلا زي 800 متر، خلينا نبعد شوي عن ال1000 يعني. طبعا الوحده هون متر، عندي هون ما فيش يونت. الديامتر مثلا لو اخذنا بالانش 10 انشز، فانا راح يطلع هلا عندي شيء غلط يعني. خليني اول شيء اعمل كمان هاي اعملها للمتر، احنا شغالين ارتجالي، واعمل هون انسيرت، واجي اعمل هون دي، بس بدي احط اليونت تبعته بالانش. وهذا الديامتر يساوي هذا ضرب 25.4 عشان احول من انش ل مليمتر، تقسيم 1000 لان لازم يكون عندي بالمتر بالنهايه. باجي مثلا بحط انا اليونت تبعتي مثلا 10 انشز، سوري القيمه عندي 10 انشز، الديامتر بصير 254 بال1000 مليمتر. وات دوز ميك سنس، لانه اصلا المتر بالمناسبه 40 انش، هذا ضروري تحفظوها يعني، ضروري تحفظ انه ال40 انش 1 متر، طبعا هي 101.6 تقريبا يعني، لكن خلينا نقول انه 101 سم طبعا 0.6 هذا ال40 انش. الكيو مثلا اخذنا قيمه زي 0.05 وحدتها متر مكعب بير سكند. الاريا متر مربع، اتفقنا انه ما بينفع نكتب المربع والمكعب بهذا الشكل، تيجي تختار هيك، بس هذا الان مش كثير مهم. تعمل مثلا رايت كليك، ممكن تعمل فورمات، ممكن تعمل سوبر. اوعى في تقرير تحطه متر مربع زي ما كنت عاملها هيك. انا يعني بالمناقشات المشاريع بخرب بيته للطالب اذا حاططها بهذا الشكل. اونلي لايك ذس، المهندس ما بيعمل بهذا الشكل، بيعمل لايك ذس اول ذا تايم. اوكي، فبليز بي كيرفول بهذه الاشياء. الفيلوسيتي متر بير سكند، هذا الفيلوسيتي هيد متر، الاتش اف متر، والاس اف. الاس اف يا جماعه بدي حدا يجاوب لي هذا السؤال صح، شو وحده الاس اف؟ لوب، ما هي ملهاش وحده، ملهاش وحده ذهب، بس انا بدي اقول انه لها وحده، ملهاش وحده ماثماتيكلي مضبوط، بس لها وحده. ايش هي يا جماعه؟ شو بدي اكتب؟ متر هيد لوس على متر، سوري مش فراغ، متر لينك. اكيد بالضبط اي يونت، بس وهذا لها معنى فيزيكال. شو معنى الحكي هذا يا جماعه؟ لما اطلع على الرقم، اول شيء جواب هذا الاس اف انا طبعا ممكن اعمله كشيء انجينيرنج هيك ساينتفك، وين الساينتفك؟ هاي ساينتفك لايك ذس. شو معنى الحكي هذا؟ وهي انا اعملها هيك كمان عشان اسهل انتم تجاوبوني على هذا الشيء. 4 في 10 ناقص 3 تقريبا يعني. شو معنى الحكي هذا؟ كل 1000 متر لينك من هذا البايب المي بتخسر قديش؟ 4 تمام، تقريبا 4 متر، هي مش 4 متر، هي 3.12 بس احنا عملنا راوندينج. تمام، اذا كل، لا والله اكشلي لا، هي 3.12 على 800 متر مضبوط ال 4 خلاص تمام. معناته كل 1000 متر بتقطع المي بخسر المي انرجي نتيجه الاحتكاك بمقدار 4. اذا انا بقدر احكي انه لها يونت، بس فيزيكال يونت متر هيد لوس بير متر لينك. الان كم مقدار الفاقد بنتيجه الاحتكاك؟ 3.12 متر. الان بيجي الان دور الاكسل يا جماعه، ركزوا معي هلا. يعني مثلا وش نحكي؟ حكينا زي ما حكينا قبل شوي، وهي عشان نساعد في الكالكوليشنز بدي اعملها شوي هيك. طبعا هذا مش راوندنج، هذا بسموه قص. الراوندنج تستخدم فانكشن اسمه راوند اب، يعني ممكن اسالوا عنه بعدين بقول لكم اياه. لو عملت هذه 1600 كم بتصير الاتش اف؟ يلا مره ثانيه،
بدل 800 عملتها 1600 تمام. كم بتصير الاتش اف؟ بتعرفها؟ اعطيني الرقم بسرعه. 6.2 نعم طبعا اللي هو في مره ثانيه في راوندنج 100%. ولو صارت هذه 400 بتصير نص 3.12 اللي شفناها قبل شوي 1.6. اذا نرجع الوضع زي ما كان، معناته لما انت بدك تبعث المي لمسافه اطول بين مصدر وقريه او تجمع سكاني اكيد راح يكون في فاقد في الانرجي اكبر. لو صارت الان بدل الديامتر 10 انشز صار 12 انشز، انا زدت مساحه مقطع الجريان بالنهايه، وبالتالي خليت المي تتحرك بسهوله ويسر اكبر، معناته ال HF راح تصير اصغر. طلع قديش صارت؟ مع اني انا زدتها بس 20% انخفضت بشكل اكثر من النص. تمام؟ اذا تاثير الديامتر تاثير هائل جدا. طب لما انا الاحتكاك الفاقد يزيد، سوري الفاقد في الانرجي نتيجه الاحتكاك يقل، في الهوريزونتال بايب مين اكثر شيء بتاثر؟ يعني كل ما قل الاحتكاك شو اللي بزيد عندي في نهايه الخط؟ البريشر هيد. اوه ذهب، هذا جواب رائع جدا، فعلا البريشر هيد بزيد والعكس صحيح. كل ما كان عندي خلينا نحكي بس بريشر هيد من فضلك، وكل ما كان عندي ال HF اعلى، هاي مثلا عملت 8 انش بدل 10 صار عندي طلع قد ايش صارت 9.5، معناه انا قللت 20% بس زادت ثلاث اضعاف تقريبا عن 3.12. معناته شو معنى الحكي هذا؟ بدي هذا تركته مضبوط. يعني هلا ال 8 انش كخط ارخص ككوست كابيتال كوست واوبريشن ومينتننس كوست من 12 انش، بس بالمقابل لما اجي انا كمهندس استرخص واستخدم قطر اصغر، صح وفرت بالفلوس لكن كان عندي ضياعات نتيجه الاحتكاك اكبر، وانخفاض في البريشر في نهايه الخط عالي، انخفاض كبير بصير، وبالتالي الطاقه المفيده اللي انا بدي اياها عشان المي تتشعبط على ظهور الاسطحه تاعت الناس بصير اقل، وبصير الشخص اللي عايش في عماره المي ما توصلوش لانه في ضياعات في الاحتكاك كبيره والبريشر صار منخفض. واضح يا جماعه البريشر هيد حقه مصاري. يعني اذا انت بدك تحصل على بريشر هيد عالي اكيد لازم تستخدم قطر اكبر عشان يكون عندك الفاقد اقل، والعكس صحيح. البريشر هيد هو عباره عن انرجي مفيده، والانرجي المفيده لها ثمن ولها كوست فلوس بالنهايه. لو رجعنا الوضع زي ما كان انه ال 10 انش مثلا، الفلوريت بيزيد يا جماعه في الواقع لما يكون انا مطلوب مني اوصل كميه مي كبيره. ايمتى انا مطلوب مني اوصل كميه مي كبيره؟ لما يكون عندي تجمع سكاني كبير. طب لو صار مثلا بدل 0.05 مثلا 0.2 على سبيل المثال، طلع قديش صار ال HF؟ 50. يعني 50 لما ضاعفت اربع مرات تقريبا الفلوريت، ال HF قفز يعني تقريبا 16 مره مش او شيء، ال HF 16 مره. معناته الـ الشخص اللي بده او الهيئه المحليه او السلطه او الحكومه اللي بدها توصل كميه مي اكبر اكيد بلزمها ايش؟ يا مضخه يا انها تضطر شو تعمل؟ تكبر الدايمتر. طلع مثلا عملنا 12 قديش نزل ال HF؟ من 50 ل 20. لو عملت 14 صار 9. واضح كيف يا جماعه؟ معناته انا اذا بدي فلوريت كبير امشي لازم استخدم اقطار كبيره، والعكس صحيح. فاذا خط ناقل بده يودي لتجمع سكاني فيه 500 بني ادم اكيد مش زي الخط الناقل اللي بده يودي لتجمع سكاني فيه مثلا 12000 بني ادم. وهيك بصير الواحد يدرك كيف انها الهايدروليكس هي اللي بتتحكم بالايكونومكس، ها مش العكس. يعني انت متطلبات التصميم ومقتضيات الواقع اللي بينعكس على الهايدروليك ديزاين هو اللي بيجبرك تختار الاقطار، وبالتالي هو اللي بخليك تتحدد من ناحيه البادجت والميزانيه والتكلفه والتمويل والمقترحات الدعم وكل القصص هاي بالنهايه. اي ثينك هيك احنا بنكون ان شاء الله انتهينا من عرض الاكسل السريع هذا.
وبتمنى اذا يعني معكم وقت اليوم انه تحاولوا تعملوا الشيء اللي انا سويته هذا، وهي احسن طريقه لانه الاكسل بخليك تقدر تجاوب على اسئله زي what will happen اذا الطول اتضاعف، what will happen اذا الدايمتر صار قد، what will happen اذا الفلو تغيرت، وبصير عندك عن جد قدره ممتازه انه كيف تقدر تربط الكونسبت بشكل جيد في هاي البارامترز المختلفه. نيجي اخر شيء زي ما حكيت انه نحدد موعد امتحان الفيرس، انا حابب نعمله ان شاء الله بعد تقريبا 5 أسابيع من الان، بيكون هيك تقريبا احنا بنكون الاسبوع السابع اللي هو بيكون مسموح لنا نقدر نعمل امتحان الفيرس. في موعدين مقترحين، الموعد الاول هو 19:10 الساعه 11 19:10 الساعه 11 اللي هو هذا بيكون مع موعد المجموعه الاولى، موعد المجموعه الاولى 19:10 يعني بيطلع يوم اثنين بالمناسبه. وفي اقتراح يعني انه يكون الامتحان لكم لحالكم يوم 20:10 اللي هو بيطلع يوم 3 بموعد المحاضره، طبعا 8-9 على اساس ما ولا حدا يقول لي انه عنده محاضره ثانيه او اي التزام ثاني، يعني هو راح يكون في موعد المحاضره. اذا انتم بالنسبه لكم في موعدين، يا 19:10 يا 20:10، وبتحكوني المره الجايه مش ضروري هلا يعني، لكن انا ثبتت مع المجموعه الاولى 19:10 فيكم تعملوا معهم اذا بيمشي معكم، وفيكم تعملوا ب 20:10 بعد يوم من اللي بيعملوا الطلاب زملائكم الثانيين، لكن ما فيش مجال انه طالب من هاي المجموعه يعمل 19:10 يعني، يا كلنا بنتفق بالنسبه لكم 19 يا 20، بس ما في مجال نعمل سبليت بالنهايه. تمام، فاذا فكروا والله بهذا الشيء، ويقول بدايه الاسبوع الجاي بسالكم اذا في حدا عنده اي اقتراح والكونسيدرت ان شاء الله. في حدا عنده شيء هون؟ كيف طبيعه الامتحان؟ طبيعه الامتحان حل اكيد، وموعد محاضره من 8-9 على سبيل المثال بالنسبه لكم، او من 11-12، وبده يكون حل يعني حل كانك قاعد في الكلاس يعني، كانك قاعد تعمل وجاهي يعني، بس بجوز مسموح لك تفتح اكيد يعني النوتس تبعتك، بتحب تستعين بالاكسل ما عندي مشكله، بس طبعا بدك تسلم خط يدوي تصوره بالموبايل تحوله بي دي اف او ايمجز زي ما هي جي بي جي وترفعه على مودل، يعني هيك هو سيكونس. وممكن كمان تبعث لي اياه واتساب، ممكن تبعث لي اياه ماسنجر، ماسنجر لا انا ما بفتحش ماسنجر، ممكن تبعث لي اياه كمان على الايميل، انا بزودكم بالايميل تبعي. يعني بدي اعمل اكثر من خيار بالاضافه لمودل، يعني لو انت كان الواتساب تبعي مخزنه عندك وبعثت لي ان شاء الله حتى هلا رساله فاضيه ما عندي مشكله، اللي تكون انت الكونتاكت تبعتي نازله عندك انا كمان ما عندي مشكله، بالعكس اصلا انت اريح لك بجوز تبعث لي اياه كمان على الواتساب. انا الفكره بالنسبه لي انه لو لسبب معين مودل ما فتحش معك ما نسمعش قصص او شيء زي هيك، لكن اهم شيء انه الطالب اللي ما بتمكن يعمل امتحان الفيرس ايميديتلي الامتحان الغير مكتمل تبع الفيرس بده يكون وجاهي واضح انا معكم يعني بدي اجيبك على الجامعه باي طريقه كانت يعني، وبيوم اربعاء او خميس اللي هو اليوم المسموح اللي نجيب فيه الطلاب على الجامعه، وبتقعد في القاعه وبتعمل امتحان اكزاكتلي كانك انت مش اونلاين. فيو هاف تو بي فيري ماتش كيرفول يعني، ذا مينت يو ديسايد انك ما تعمل امتحان الفيرست ايميديتلي راح اجيبك على الجامعه يعني، سوري للتعبير يعني. اوكي، في حدا عنده كمان اي استفسار؟ اوكي، والامتحان ان شاء الله راح يكون سهل يعني، انا بالنسبه لي كانك انت يعني في الوضع الطبيعي يعني، مش انه والله بجيب لكم اياه تعجيزي، انا بتمنى ما يكونش في غش بالنهايه، بس انا والله اذا انت بدك غش بدك غش حالك يعني، هذا بينك وبين ربنا بالنهايه. انا مش راح اقعد اعمل والله 500 مليون سؤال وما تلحقش تخلص لونه، انا مش هيك طبيعي بالنهايه يعني، بترك الموضوع لك وبدك تغش حالك بالنهايه. انا ما بقدر عارف، بكون انا اوريدي عارف اصلا الجروبس انه كل الطلاب بيحكوا على بعض اصلا، واي نو انه هذا العشر طلاب كان جروب حل مع بعض، كل هذا اوريدي اي نو ات يعني، اي كان دو نوثينج في النهايه يعني. اوكي، في حدا عنده اي استفسار قبل ما اترك؟ انا دكتور بدي اسال عن شغله. تفضل. في مجال نغير موعد المحاضره؟ لا مع الاجماع. لا لا لا،
لا لسبب بسيط، لأنه ملزمين إحنا في هذا الموعد للأسف، وملزمين إنه حتى كمان يعني إنه يكون يعني ما حتى أنا ما أسجل يعني، يعني ما أسجل، بالعكس لازم أكون موجود معكم وإشي زي هيك. أنا بتمنى إنه يكون في إمكانية نغير، وأنا أعطيها ساعة على 10 بالليل وبس، لأنه doesn't work، لأنه هيك بدها الجامعة، لأنه أنا بدي أجي أغير الموعد بدي أضطر أغير المجموعة الثانية، وبدي أضطر ساعيتها طلاب ثانيين يزبط وما يزبطش معهم. هنا الجامعة واضحة بالنسبة لي، بدي أعطي أنا المحاضرة حتى لو قطعت الكهرباء عند الطلاب لأنها مسجلة بالنسبة لهم. والجامعة بالمناسبة ممكن تلزمني إني أروح أنا على الجامعة، إدارة الجامعة، وأسجل في الجامعة إذا بتقطع الكهرباء عندي بهذا الوقت بالمناسبة. إذن يعني الأمور very strict بهذا الشيء للأسف، بس أنا شكل الأمور راح تتحلحل إن شاء الله، وممكن نرجع وجاهي بإذن الله يعني، لكن ما بقي خلينا نسلك هيك الأمور بهذا الشكل يعني. أوكي. دكتور بالنسبة لقطع الكهرباء يعني ممكن تطمع علينا في الامتحان، فترة الامتحان بهاي الحالة خلاص بتعمل وجاهي، ما محلولة ما فيها مشكلة هاي إن شاء الله. حق على الكهرباء هيك صارت. إيه مسامع. بحكي يعني هيك حق على الكهرباء إذا بدي. ما في طريقة تانية. الوجاهي مش انتقامي يا جماعة، الوجاهي بس بدك تقعد قدامي، لأني ما بقدر أعمل لك كمان ميك أب تاني والطلاب يقول لك برضو قطعت عندي الكهرباء بتصفي بدي أعمل 50 ميك أب. نو. إحنا هي الديل بالنسبة لنا. يعني أنا واضح معكم يعني، أنا لو تقطع الكهرباء عندي بدي أنزل إن شاء الله من الشارع، من البقال اللي بالشارع اللي ورانا، بدي أعمل لك بوست الامتحان، بدي أدبر حالي، مش أنا بدي لا سمح الله بدي أجلدك. بس ما هو أكيد بالنهاية بدي أكون very strict يعني، خلاص ما بدي يخلص الفصل وفي طلاب لسه اللي عامل first واللي مش، أنا جربنا الفصل الثاني، ما بدي أعمل مأساة لا إني ولا إلكم. أنا واضح معك يعني، ما في صعوبة للامتحان لما يكون وجاهي، بس بدي أجرد الطالب بهاي الحالة من عذر غير مقبول، ولما الطالب يستسلم للعذر هذا يكون عارف العواقب، بمعنى انه بده يجي على الجامعه يعني، سوري لهذا التعبير. وثلاثه بده يكون عارف انه في حل للمشكله هذه يعني. طب حددنا موعد ثاني وبرضه مش مشكله مش وجاهي وقطعت الكهرباء عنده، طب شو اعمل انا؟ اعمل امتحان ثالث وقطعت الكهرباء عنده، رابع ما دزنت وير يعني، خلينا هيك نكون ماشيين تمام ان شاء الله يعني باذن الله. دكتور التسجيل هذا امتى بينزل على المودل؟ بينزل عاده بعد 3 4 ساعات، وبدك استنى شوي، وهو يعني هو ما بعطينيش الزوم اشعار الا بعد نص ساعه، وبروبابلي بكون اوريدي في مكان اخر يعني، لكن اذا بينزل اسرع بقدر اعملكم شير اسرع. بس بالمناسبه اذا بتدخل انت التسجيل تبع مجموعه امبارح يعني في تشابه بنسبه كبيره، فانا شرحت امبارح احسن من اليوم بالمناسبه، امبارح انا شرحت احسن من اليوم، محاضره يوم الاحد شرحت احسن من محاضره يوم السبت. It might be better هيك، ما هي شغله على الارتجال مرات يعني، قد ما يحاول الواحد انه يشرح بشكل موحد ما بيقدر، لكن انا بحاول ان شاء الله باسرع وقت انزل لكم الرابط تبعها باذن الله. ماشي ماشي دكتور. تفضل. بالنسبة لشرحك على الآيباد، أنت بتقدرش تشغله مباشرة من دون ما تعمل بروجكشن له من اللابتوب؟ بقدر، وآي كان شير بالمناسبة، بس بقدر، هو أكيد أنا عملت هيك أصلا في إحدى المرات يعني، لكن حتى سلايد تفتحهم من الآيباد بيكونش أسهل؟ بقدر، بس إذا بدي أفتحه من ما مش متأكد إذا بقدر، إذا في عندي باوربوينت نازل على ايباد ولا لا، لانه مرات هذول بدهم مش سهل انك تنزل الباوربوينت على الايباد ما يكونش مدفوع. اذا بتكون شابك نت دكتور بتقدر تفتحه اونلاين وفري حتى على الويب سايت. اي نيفر تراي، بس ممكن اعمل شيء هذا، بس الاشكاليه وين؟ هو اريح لي انا وانا بعمل برزنتيشن انه اكون على اللابتوب بالمناسبه يعني، انا جربت اكثر من مره يعني، يا المحاضره بتكون من البدايه كلها حل، وبالعكس أصلاً أنا الفصل الماضي اعتمد على الآيباد بنسبة 99%، لكن ما كان عندي فلكسبيليتي كتير زي ما هي موجودة أولردي هلأ. لكن أنا شو راح أسويه بالمناسبة، لأنه أنا عم بعطيكم مثلاً قاعد ساعة ساعة ساعة، هلأ بضل قاعد ربع ساعة، لأنه إحنا الساعة ونص هي عبارة عن ساعة وربع، بس أنا بعطيكم شرح لمدة ساعة. فالربع ساعة هذه أنا بدي أحل فيها مسائل على الآيباد وأرفع لكم إياها، وبعدين كمان ممكن أعمل محاضرة ديسكشن على الآيباد، وبكون أنا في عندي قلم خصوصي يعني، هذا بسموه بنسل تبع
تبع الايباد. هذا الشيء اللي بيساعد في الشرح. انا اصلا مش عارف استعمل الماوس 100% اكيد طبعا بيطلع الخط ارتب والشيء احسن وواي واي واي واضح لكم يعني. اوكي هيا هيا والله اجرب المره الجاي معكم انتم كمجموعه يوم الاحد ان شاء الله اعملكم محاضرتكم خاص نص على الـ على الايباد وهوبفلي ات ويل ورك يعني ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اذا نراكم على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي. يوم الاحد الجاي بنحكي على موعد الامتحان. تعطوني امتى الوقت اللي بدكم اياه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه.